نقدم لكم اليوم عطر سفاري إكستريم، واحداً من أجمل إنتاجات عبد الصمد الكرشي. يبدأ جمال هذا العطر بكريستالته الفاخرة البنية والشفافة ذات الزوايا الحادة التصميم. عطر سفاري إكستريم غني بالتوابل والحمضيات المنعشة من البرجموت وزهر الليمون، بالإضافة إلى الورود الفواحة كالورد الجوري، الياسمين وزهرة الفانيليا. كما يحتوي أيضاً على خشب الأرز وخلاصة الفواكه. سفاري إكستريم عطر يستهوي جميع عشاق المغامرة نساء ورجالاً، من إنتاج عبد الصمد الكرشي. سعر سفاري إكستريم 700 ريال سعودي.